فكرهم ونكد عليهم زي ما حرب السادس من أكتوبر هي عبارة عن ذكرى جميلة جدا واحتفال رائع، إلا أن دايما بينكد عليهم هناك في إسرائيل، ودايما كل سنة يطلعوا اليهود ويقولوا شوية تدليس وكده. طلع لنا أفيغاي بتويتة النهاردة وطلع وبيقول إن حرب السادس من أكتوبر أو اليوم ده، هما بيقولوش الستة أكتوبر، بيقولوا عليه يوم كيبور دوت. فبيقولك إن اليوم ده هو المصريين فاجئونا ولكن احنا انتصرنا عليهم. يا سلام، انت ما بتبطلش كذب، عيب عليك. طيب حتى عيب على شعرك الابيض، يعني حتى وانت شعرك ابيض برضو كذاب. الناس دي عاملين زي القرادة لما بيمسكوا في ارض بيكلبشوا فيها، فلما يسيبوا سينا كاملة ده معناها ان هم عمرهم ما سابوها الا لما كانوا على يقين تام ان المصريين غلبينهم وهزمينهم، ولذلك اليهود مشوا بهزيمة مذلة. واللي يدل على كده مش ده ايان لما كان المذيع قبل كده بيسأله في حوار وبيقول له هو انتوا بتتصلوا بالمصريين؟ قال لهم ونتصل بالمصريين ليه؟ والله احنا فرحانين ان احنا خدنا سينا وخدناها من المصريين، هم عاوزين يتصلوا بينا يتصلوا، هم مبسوطين على كده مفيش اي مشكلة خلاص ما بيننا وما بينهم. ولا هو ناسيين العجرفة وبعد كده الذل والهوان اللي شافوه من المصريين بعد كده في الهزيمة. على كل حال زي ما قلت لحضراتكم ان مش بس المصريين اللي بيكونوا فرحانين او فرحوا لهذا الانتصار العظيم، ولكن ايضا اشقائنا من الدول العربية وقفوا معانا. وزي ما اتكلمت قبل كده مع حضراتكم عن دور الدول العربية في انتصار السادس من اكتوبر، عايزين برضو نتكلم عن الاتحاد السوفيتي والروس عملوا ايه معانا. يعني يا جماعة انا بس انا في الحرب الروسية الاوكرانية احنا بنشوف الروس كده وكده، والناس بيقولوا انت متعاطف. لا انا مش متعاطف، ولكن في يا جماعة امور تاريخية لازم نتكلم عليها ونفكر الروس عملوا معانا ايه ايام 6 اكتوبر او قبل حرب السادس من اكتوبر. بودوجورني اللي هو كان اسمه بودوجورني رئيس الوزراء الاتحاد السوفيتي، هو اسمه غريب كده شوية بصراحة، جه في مصر بعد 67 كانت في شهر يونيو، وهو جه في يوم 21 من يوليو عام 1967، وجه ومعاه مارشال عسكري كبير. ويوم 21 بيذكر لنا عندنا سواء المشير الجمصي او الفريق الشاذلي، المذكرات بتاعتهم بتحكي لنا ان هم اتوا يوم 21 من يوليو علشان ياكدوا دورهم ودعمهم ووقفتهم جانب مصر. والتقى في الفترة دي مع الرئيس عبد الناصر يوم 22 من يوليو، وكان مع الرئيس عبد الناصر الفريق محمد فوزي زكريا محي الدين، التقى بيهم، كان معاهم السفير الروسي والمارشال العسكري الروسي وأيضا رئيس الوزراء الروسي. والرئيس جمال عبد الناصر اتكلم على الوضع القائم. الوضع القائم كان ايه؟ الوضع القائم ان الطيران الإسرائيلي دمر للطيران المصري 85% من الطيران بتاعنا، اكتر من 300 طيارة مصرية اتضربت وهي على الارض. احنا ما حاربناش في 67، الطيران اتضرب وهو على الارض، فبالتالي فقدنا اكتر من 85% من الطيران بتاعنا. ما عندناش لا ميج 17 ولا ميج 19 ولا ميج 21 ولا الطائرات السخوي ولا الطائرات اللي هي القاذفات، سواء في نوعين من القاذفات، كل ده تم تدميره. فالرئيس جمال عبد الناصر طلب ان احنا عايزين طائرات سواء ميج 19 وميج 21 ومنهم 40 طيارة جديدة ميج 21 عايزينهم فورا على اقصى سرعة. هو كان طالب اكتر من 95 طائرة الرئيس جمال عبد الناصر ميج 21، والطائرات دي تجينا جوا ما تجيش عندنا بحري علشان يجوا بسرعة ويبقى في زيادة عوامل امان. فالجانب السوفيتي مسكتش، بل ان هو عرضوا علينا كمان اسلحة سواء انظمة دفاع جوي سام 1، انظمة دفاع جوي سام 2، الطيران، وده كله يا جماعة يبقى له انعكاس كبير على الروح المعنوية للجيش المصري، لان الجيش المصري في الفترة دي كانت نفسيته وكان متأثر جدا باللي حصل. فبالتالي لما يشوف فيه اعادة تسليح اعادة تكوين جيش بالتالي الروح المعنوية بترتفع، غير انك انت بتسلح نفسك، اهم حاجة للجندي روحه المعنوية في القتال، ده شيء مهم جدا جدا. فبالتالي السوفييت لما جم يدونا السلاح ادونا السلاح بخصم 50% بتمنه
عن السعر بتاعه، بالإضافة إن 50% التانية اللي انت المفروض انك انت هتدفعها عملوها لك قرض، وهتسددها ما بين 10 و 12 سنة بالتقسيط بفايدة 2%، ده بالإضافة إن أول قسط بعد فترة. ده انت يا راجل لو بتقسط فين مش هتلاقي التسهيلات دي. فلذلك الفريق سعد الدين الشاذلي وهو بيتكلم في المذكرات بتاعته وبيذكر بيقولك انت لو قارنت ما بين السلاح الامريكي والسلاح السوفيتي هتلاقي الاتنين تقريبا بنفس الكفاءة، غير ان كمان السلاح الامريكي سعره الضعف اكتر من سعر اللي انت واخده من السوفيتي الضعف. ده بالاضافة ان انت خدت السلاح السوفيتي بخصم 50%، يعني كأنك واخد السلاح السوفيتي بسعر 25% من سعر السلاح الأمريكي. ده إن أصلاً الأمريكان ادولك سلاح، لأن هنا الأمريكان واضح جداً بعد 67 إن هم منحازين تماماً للجانب الصهيوني، وده اللي خلى الرئيس جمال عبد الناصر يقولها صراحةً، إحنا كنا الأول في دول عدم الانحياز، ولكن دلوقتي انحياز لمين؟ هنبقى منحازين ما بين دولة عمالة بتمول وبتساعد العدو بتاعنا الصهيوني هناك، ودولة تانية هي اللي واقفة جنبنا. وبيعلق على الكلام ده الفريق سعد الدين الشاذلي وبيقول، بيقولك ان الاتحاد السوفيتي كان رافض تماما احتلال اسرائيل لأرض سيناء المصرية وللدول العربية، ورغم كده الاتحاد السوفيتي جه ووقف وادى يد العون الى الجيش المصري، ولكن ده ما يمنعش ان الجانب السوفيتي يرفض تماما ايضا دمار اسرائيل. ما نقدرش نقول ان الجانب السوفيتي او الروس هما الصديق المخلص لينا، ولكنه افضل الاصدقاء، لان مفيش دولة وقفت معانا زي ما الروس وقفوا معانا، سواء في جانب التسليح او نظام السداد. حتى السداد كنا بنسدد الفلوس دي بالجنيه المصري، وابتدى من هنا الخبراء الروس ان هم يجوا على مصر، وابتدى بناء حائط الصد الصواريخي اللي كان اهم حاجة يا جماعة. حتى في الاشتباكات الطيران اللي كانت ما بين سنة 1969 لغاية 1970 كانت حصل في خلال 17 شهر ما بين 69 و70 في السنتين دولت، في خلال 17 شهر حصل اشتباكات طائرات في منطقة السويس، 30 طائرة إسرائيلية في الوقت ده أسقطوا، وحائط الصد الصواريخي دمر 23 طائرة إسرائيلية، والسبع طائرات كانوا من تم تدميرهم الإسرائيليين تم تدميرهم من طائرات مصرية. الجانب السوفيتي بيقولك ان احنا وصلنا في 1971 بداياته ان عدد الطائرات الموجودة عندنا اكتر من عدد الطيارين. انت الاول ما كانش عندك طائرات وعندك طيارين، وده اللي سهل اعادة بناء القوات الجوية من جديد، لان القوات الجوية لما جت الرئيس عبد الناصر غير قيادة القوات الجوية، ده بالاضافة ان انت اساسا عشان تعد ضابط طيار أصعب من إنك أنت تشتري طيارة. إعداد ضابط الطيار بياخد له حوالي 5 سنين، وبالإضافة إنك أنت بتاخد 5 سنين كمان علشان تخليه طيار كفء، والكلام ده جايبه موجود في المذكرات سواء للمشير الجمصي أو لمذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي. هتلاقي إن الروس وقفوا جنبك حتى في الفترة دي. عدد الروس الطيارين اللي قتلوا في أثناء الاشتباكات لصالح الجانب المصري ما بين 7 و8 طيارين روس، ده بالإضافة إن كان في وحدات دفاع جوي وأنظمة حرب إلكترونية، طائرات استطلاع استراتيجية من الجانب الروسي موجودة عندك سواء في منطقة مرسى مطروح أو سواء في أسوان. طائرات الاستطلاع الاستراتيجية دي اللي بتعمل لك مسح كامل. لذلك هنا بقى الفريق الشاذلي بيعلق على القرار اللي أخده الرئيس السادات لما تولى الحكم و طرد الجانب او الخبراء السوفيت. قالك هنا طبعا انتوا عارفين في الكلام اللي ما بين الرئيس السادات والفريق الشاذلي الله يرحمه هما الاثنين، انا ماليش دعوه، انا بقول الجانب ده وبقول الجانب ده. الرئيس السادات كان رايه بطرد الخبراء الروس ان مش لازم نمشيهم علشان ما يتقالش ان الروس هما اللي حاربوا لنا في حرب 6 اكتوبر، ولكن الفريق الشاذلي له راي اخر. قالك ان الرئيس السادات لما طرد الخبراء الروس في عام 1972 طردهم نتيجة ضغوط داخلية وخارجية من مصر. قالك أساسا هو لما طرد الخبراء الروس
ما خدش استشارة أي حد نهائي من القادة العسكريين بما فيهم الفريق أحمد محمد صادق، ما سألوش نهائي. الكلام ده كان خلاص بقى مشي محمد فوزي، وكان الفريق أحمد محمد صادق هو اللي متولي الدفاع. وقال لك كمان ان الحاجة التانية ان ده أثر بشكل كبير، واضح جدا ان الامير سلطان وزير الدفاع السعودي لما رجع من امريكا واتصل بالرئيس السادات، بعدها على طول الرئيس السادات اخذ الخطوة دي. من الواضح ان كان في ضغوط على الرئيس السادات، ده رأي ده طبقا لكلام الفريق الشاذلي. وقال لك الفريق الشاذلي ان لما الروس مشيوا خدوا معاهم طبعا، سحبوا الطائرات المسح الاستراتيجية، وده خلانا ان احنا نستعين ببيانات واحصاءات كانت عندنا من سنة 1970، رجعنا بالوقت لورا، بالاضافة ان الروس سحبوا انظمة الحرب الالكترونية والتشويش للاعاقة اللي هم كانوا بيستخدموها، سواء في انظمة التشويش على الصواريخ الاسرائيلية او التوجيه الطائرات الاسرائيلية، وده اللي اثر عندنا بالسلب. 70 حوالي 7000 من الخبراء الروس مشيوا، وبالرغم من كده الاتحاد السوفيتي ما سحبش السفير الروسي خالص من عندك، ولا قالك ان احنا هنسحب اي حاجة من الاسلحة ولا مش هنكمل الصفقات، بل بالرغم من كده جانب الاتحاد السوفيتي وروسيا وقفوا مع مصر وكملوا مساعدات مع مصر، ولا قطعوا العلاقات ولا اي حاجة. لما نقارن ما بين جانب الاتحاد السوفيتي والجانب الامريكي في الفترة دي، رغم ان الاتحاد السوفيتي كان فقير عن الجانب الامريكي في الاموال، ولكن شوف السوفيتي كانوا بيساعدوك ازاي والامريكان ما بيطلعوا لكش دولار واحد. حتى النهاردة يا جماعة لما نيجي نبص ونشوف حجم المساعدات الامريكية اللي هم بيدوها الى اسرائيل، وحجم المساعدات الامريكية اللي بيدوها من مصر من وقت معاهدة السلام في عام 79، هتلاقوا ان المساعدات الامريكية لاسرائيل تخطى حاجز ال 200 مليار دولار، اما هنا لمصر حوالي ما يقرب من 120 مليار دولار، يعني تقريبا المساعدات الامريكية الى اسرائيل ضعف حجم المساعدات تقريبا الامريكية الى مصر. وحتى المساعدات الامريكية اللي بيدوها هنا لمصر مش عشان خاطر سواد عيوننا، ولا عشان خاطر ان امريكا بتحب مصر، بل علشان خاطر ما يحصلش توتر ما بيننا وما بين الجانب التاني، وبالتالي ده هينعكس على حفظ الاستقرار والمصالح الأمريكية في المنطقة. ده الموضوع بكل بساطة. تحيا مصر وعاشت مصر. سلام عليكم. We'll be right back.